برضه مش راضي تقولي مالك؟ مفيش. ازاي مفيش؟ انت من ساعة ما جيت البازار النهارده وانت مش على بعضك. ولا انت عايز تعرف عني بقى كل اسراري وانا معرفش عنك حاجة؟ يا ستي ولا اسرار ولا حاجة. عادي. شوية كركبة كده. في البيت وفي الشغل. في الحياة كلها. طيب ما تحاول تطلع نفسك من الروتين والمود الوحش اللي انت فيه ده. اطلع نفسي من المود ازاي بقى؟ مش عارفة. هعمل أي حاجة. حاجة إيه اللي ممكن أعملها؟ أنا عملت كل حاجة خلاص. ما بقاش في حاجة جديدة. كله بقى شبه بعض. طيب مش يمكن حاسس إنك وحيد؟ أنا وحيد؟ ده أنا أعرف طوب الأرض. عندك حق. مرات كتير قوي الواحد بيبقى حواليه ناس كتير قوي بس برضه حاسس إن هو وحيد. أنا هو قدامك. وعندي بابي وابني مالين عليا حياتي. بس مش عارفة. مرات كتير قوي بحس إن أنا عايزة حد في حياتي. مش عارفة أوصلها لك إزاي. وصلالي ما تخافيش. فاهم كويس قوي اللي أنت حاسة بيه. بس هو فين بقى الحد ده؟ الناس كلها بقت وحشة. بقوا مكدبين. ولا الكلب يعني. واللي بيضحك في وشك ده ما بتبقيش عارفه بيضحك من قلبه بجد ولا ضحكه صفرا والسلام. هو ده بالظبط بقى اللي حصل بيني وبين سعيد. وده يمكن اللي خلاني اخش في علاقه تانية بسرعه من غير ما اعرف ولا افكر اذا كان الانسان اللي قدامي ده بيحبني ولا لا. بس انا بشر وزي اي واحده ست تانية. عارف الراجل كان معايا في الاوتيل ده يوسف كان راجل بيحبني قوي وعايز يتجوزني. كان بيعمل كل حاجة وكل تصرفاته كان بتثبت ان هو بيحبني فعلا عايز يتجوزني. بس انا اللي ما كنتش عايزة. كنت خايفة قوي من موضوع الجواز ده. قلت بقى خليني اخلي راجل في حياتي يملي عليا فراغي وخلاص. على فكرة يا غالية انت مش محتاجة تقولي الكلام ده. يمكن عندك حق. بس انا نفسي اتكلم مع حد من زمان وما لقيتش حد غيرك اثق فيه دلوقتي. تثق فيا؟ دي حاجة أنا أعتز بيها. عارف حاجة يا يوسف؟ أنت أول واحد أثق فيه من زمان أوي. نفس الإحساس ده يفضل على طول. وأنا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني. ما تخافيش مني. مش خايفة. خد يا ميمي. ده ايه ده يا باشا؟ موتك لو اني زعلان ما عزمتنيش على الفرح. يا باشا ما عملتش فرح ولا بتاع، انا عملت حاجه كده على الضيق. ماشي. مالك يا واد شكلك زعلان كده مش مبسوط؟ لا ابدا يا باشا. الجواز بقى والمسؤوليه والشغل اللي انت عارفه ده. احسن. تستاهل. ما سالتنيش. شوف احنا شغالين مع بعض بقالنا قد ايه؟ مفيش شغلانه شمال الا باخد رايك فيها. تروح تتجوز من غير ما تشورني؟ يا باشا اشورك في ايه؟ ده جواز يعني يمين، هو انت ليك في اليمين؟ مش فاكر. لا. ماشي، على العموم لو احتجت حاجة أنا أخوك الكبير. حبيبي يا باشا. أوعى تتكسف مني أقول لك. لا يا باشا. طب أمورني بقى كنت عايزني في إيه؟ مش أنا المرة دي اللي عايزك، المدام. يا نهار أبيض. ده أنا عناية للمدام. تسلم عينيك. المدام فاتحة كافيه كده في المهندسين بتتسلى. تمام. الكافيه ده في دورين. إذ فجأة الدور اللي فوق فضي. قلنا نأجره. الراجل مرضيش. زعلت أنا. طبعًا. أثرت أوي. طب عايز إيه يا عم؟ قال لك أبيع. قلنا نشتري. شطح في السعر جامد. زعلت تاني. تاني؟ آه. اللي أقول لميمي أعمل إيه عشان ما أزعلش تالت؟ ما تزعلش. ما تزعلش صح. طب سعادتك انت قلت لي المبنى ده دورين مش كده؟ ايوه. نعمل ايه تاني عشان ما نزعلش؟ طب احنا ممكن دلوقتي نجيب قرار ازاله للدور التاني. اعتبره جه. دلوقتي اللي هيطول سما الارض هيجري عليك جري ويقول لك اشتري مني المبنى، تقول له ماشي بس بنص السعر، هيحصل له ايه؟ ايه؟ هيزعل.
زعلوا. زعلوا. طب وقرار الإزالة؟ يا باشا قرار إزالة إيه؟ اللي قدر يطلع القرار قادر يلغيه. بنلعب ولا إيه يا باشا؟ بنلعب، بس بنلعب حلو. يا ريتك اتجوزت من زمان أنا رايق. حبيبي يا باشا. إيه أكتر حاجة بتخليني قلقان عليكي؟ إنك في الدنيا لوحدك كنت عفري، وإن كل اللي حواليك يا إما عايزين يطلعوا منك مصالح، عايزين ينهشوا في لحمك. وكتير كنت بقول لنفسي أود وعيها وفهمها، بس كنت أرجع أقول بلاش، أحسن تفهمك غلط. يوسف أنت بتخاف عليا قوي كده ليه؟ مش ده الطبيعي يعني ان الواحد يخاف على الناس اللي هو بياكل عندهم عيش؟ يعني انت لو اشتغلت عند ناس تانية هتخاف عليهم قوي كده برضو؟ عايز توصل لي ايه؟ ولا حاجة. كنت بتكلم معاكي بصراحة. يا ريت. انا لو رحت اشتغلت عند ناس تانية برضه هفضل اخاف عليك. ليه؟ ليه؟ عشان زي طب ايه رايك نقلب السؤال؟ يعني بدل ما انت بتساليني وانا جاوب، انا اللي اسالك وانت تجاوبي. تفتكري ليه يعني اكون بخاف عليك؟ مش يمكن اجابتي تكون غير اجابتك؟ ويمكن تكون زيها؟ يمكن. الو؟ اي بابي؟ ايه؟ مين الناس دول؟ طب انا جايه لك حالا. باي يا بابي باي. في ناس دخلوا على بابي الفيلا عايزين يقتلوه. يلا. تعرفي يا امال؟ ايه؟ احلى حاجه فيكي انك زي الورده، حتى لما كبرتي لسه ريحتك فيكي. كبرت؟ طب يا سي عرف شيل ايدك من على الورده، لجيك شكه. اموت انا في الشكشاكه. ايه مفيش سلام عليكم؟ ده اللي جابك هنا يا ست امال؟ هي دي اللي فهمت وعقلت؟ طب قبل ما تفتحي لي محضر قولي لي ازيك يابا. ابويا مين؟ ابويا اللي بيجي ياخد مزاجه كل كام شهر ويمشي، ولا ابويا اللي بيجي يضحك على الست الغلبانه دي بحضنين وكلمتين وياخد شقه بنته؟ اهدي اهدي، ده ابوكي مهما كان. ابويا؟ ابويا مين يام؟ ابويا اللي جاي ياخد مزاجه ودم ابنه لسه ما بردش نص يابا. فاكره؟ فاكر ابنك ولا نسيته؟